أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم كارما وأسرار شخصيتها. معنى اسم كارما: يشير اسم كارما إلى العدل الأخلاقي، أي أن لكل فعل ردة فعل، وما تفعله سوف يعود عليك في يوم ما. ويقال أن أصله عبري، والبعض يرى أن أصله هندي، كما يرمز اسم كارما إلى شجرة العنب، كما أنها تحمل معنى البستان أو الحديقة، كما يرمز اسم كارما إلى الكرم، كما أن اسم كارما ما يحمل معنى القسمة والنصيب، أي ما يواجه الإنسان من أقدار. حكم التسمية باسم كارما: نهى الإسلام عن اختيار الأسماء التي تحمل معاني أعجمية، أو اختيار الأسماء التي تحمل معاني سيئة، أو أسماء تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي. واسم كارما ما يرجح البعض إلى المعنى الأعجمي، وهم يروا أن الاسم غير مستحب تسمية الأبناء به، ولكن الاسم يحمل معاني الأخلاق، كما أنه يرمز إلى البستان وعنقود العنب، كما أنه يحمل معاني القدر، وكلها أسماء مستحبة. ويرى البعض علماء الدين أنه ما دام الاسم يحمل معاني حميدة فلا مانع من التسمية، لذا فلا يوجد مانع من تسمية البنات باسم كارما. صفات حاملة اسم كارما: تتميز حاملة اسم كارما بالهدوء والرزانة، كما أنها تتميز بحب الآخرين، وتتميز بالشجاعة، حيث أنها تحب مساعدة الناس مما يسبب لها الكثير من المشاكل، كما أنها تتسم بالحب الشديد لعملها ومحاولتها الدائمة للنجاح في عملها، كما أن كارما تحب التسوق والتجول، كما أنها تهتم بأدق التفاصيل الأشياء، كما أنها تجد متعتها في ممارسة رياضة المشي وكذلك رياضة السباحة، كما أنها تهتم بحبها للحياة الأسرية، وشدة كراهيتها صفة الخيانة، وهي دائما ما تتخذ قراراتها من ناحية قلبية غير معتمدة على العقل دائما، ما تجدها في إطلالة مشرقة، كما أنها تحب الأناقة في ملابسها. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة، ولايك وشير وتعليق تحفيزي بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.